الحمد لله ثم الحمد لله. تنور هذا المجلس العاطر بحضور ضيوفنا الكرام من الإمارات العربية المتحدة ومن الأردن. الحمد لله هذه المؤسسة الخيرية مهمات المسلمين أسسها المرحوم السيد طاهر الأهدل رحمه الله في هذه القرية التي لم تكن هنا أي مؤسسة دينية وأي مدرسة إسلامية وغير إسلامية، وكان الناس محرومين عن التعلم لعدم المؤسسات الدينية وغيرها. الحمد لله السيد المرحوم أسس هذا المعهد الإسلامي قبل 25 سنة، ثم ربى هذه المؤسسة إلى وفاته تدريجا فتدريجا، وإلى الآن يرتقي هذه المؤسسة بالتعلم والتعليم وبإنشاء المعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية. نرحب إلى هذا المؤتمر للمهمات سعادة الشيخ سلطان محمد علي بن حجر الشحي طول الله عمره مع الصحة والعافية. نرحبه ترحيبا من أعماق قلوبنا وندعو الله تعالى أن يبارك له بركة تامة لأنه يتحمل مشاق كثيرة للإطلاع على أحوالنا الدينية والخيرية والنشاطات الإسلامية. وكذلك نرحب سعادة السيد المهندس فتحي باسم صبر العيش من الأردن من جوردان، وهو مهندس كبير يعمل في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ الشحي وسائر الشيوخ. نرحبهما ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا إلى هذه المؤسسة وإلى هذه المنصة. والحمد لله رب العالمين، نشكرهم شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحضور معنا في هذا المجلس العاطر الميمون. وفقكم الله يا ضيوفنا لما يحبه ويرضى، ونشكركم شكرا جزيلا
جزيلا على إطاحة الفرصة، والحمد لله رب العالمين، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. മലയാള പ്രസംഗം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട്. താജ് ശരിയാ.